يعني دكتور ممكن تخبرنا إلى أين وصل مرضى الحمى النسفية؟ هل نحن بالفعل في خطر حقيقي؟ هل المواطن العراقي مستوعب خطورة هذا المرض ويساعدكم أم لا؟ المرض مسبباته، خلينا نبدي منه. حقيقة هو مثل ما تعرفون أنه المرض فيروسي، المرض الفيروسي حاليا لا يوجد له علاج سوى الوقاية لكي نتخلص من عملية انتشار الفيروس بشكل أوسع مما هو منتشر عليه الآن. مثل ما تفضلت حضرتك في مقدمة البرنامج بأنه هذا المرض ينتقل عن طريق المواشي، بالتالي الشخص المستهدف الرئيسي لعملية نقل المرض وانتقاله هم القصابين المنتشرين في محلات القصابة. زين، إذا نتكلم، هل بالفعل تظهر أعراض المرض بالنسبة إلى اللي نقول يعني إحنا المصابين؟ إحنا جنابك قلت أنه ما يوجد لي حد الآن أي لقاح لهذا المرض، يعني أعراض المواشي المصابة، بعدين تشخيص بالنسبة إلى المرضى. نعم، هو حقيقة اسم الحمى النزفية. الحمى النزفية هي 5 أنواع فيروسات تصاب بها، من ضمنها حمى الضنك، الحمى الصفراء، وحمى الإيبولا. في الحقيقة من الـ5 أنواع هنالك فقط فيروسين متواجد لديها لقاحات، هو الحمى الصفراء وحمى الإيبولا، ولكن اللقاحات أيضا ما متوفرة بالعراق، كون أنه الفترة الماضية لم تشهد إصابات، وعملية شراء اللقاح وفقط للأمراض الموجودة. لكن جهود وزارة الصحة حقيقة حاليا تسعى لغرض توفير اللقاح الخاص بحمى الصفراء والحمى الإيبولا. لكن بالحقيقة هو المرض فترة الحضانة مالته تبدأ من 3 أيام إلى 2 أسبوع. من ضمن الأعراض اللي تظهر عليه أنه الحمى أو الغثيان، هاي الأعراض هاي بالنسبة للدكتور، هاي بالنسبة للإنسان. خليني نتكلم أول شيء للمواشي، يعني ما معقولة أنه القصاصيب ما يعرفوا أنه هذا المواشي مريضة، يعني بعدين ننتقل للإنسان. نعم، حقيقة هو بالنسبة للموضوع المواشي هو تحت مشاهدة الطبيب البيطري، لكن في العموم أنه الحيوان المصاب لا تظهر عليها أعراض، لذلك لا يمكن التمييز بين المواشي المصابة والغير مصابة. لكن من خلال فحص الأطباء البيطريين للمواشي تظهر لديهم في المختبرات الخاصة بهم عمليا الحيوانات المصابة أو الغير مصابة. التشخيص، لكن النقطة، نعم تفضل. نعم، النقطة الأهم اللي تتخذها دائرة البيطرة في وزارة الزراعة في المجازر النظامية هي عملية غمر الحيوانات المصابة في المبيدات، مثل ما عرضته قبل شوية. هذه هي أنواع من المبيدات المخلوطة بالماء، يتم غمر الحيوانات بها قبل عملية الذبح، وبالتالي ممكن أنه في حال وجود حيوان القراد اللي هو الناقل الرئيسي للمرض يتم من خلال هذا المبيد بقتل هذا الحشرة. نعم، هذا بالنسبة إلى المواشي. بالنسبة للتشخيص الإنسان، يعني ممكن يبعد الموت عن أي إنسان إذا مبكر؟ يعني جنابك هسه ذكرت أنه الفترة من 3 أيام إلى 4 أيام بالنسبة للمصاب. عفوا، فترة حضانة المرض هي من 3 أيام إلى أسبوعين. أسبوعين. بالبداية تظهر عليه الأعراض، بداية هي الحمى، من بعدها يبدأ عملية الغثيان أو الشعور بالدوران، من بعدها يبدأ أعراض الآلام في العضلات والمفاصل، التقيؤ والأسهال. هذه حقيقة هي الأعراض نسميها البدائية، اللي هي تكون غير خطرة وممكن السيطرة عليها. لكن الأعراض اللي تؤدي إلى وصول مستوى الخطورة وبالتالي حدوث الوفيات هي أولا ظهور نزيف تحت الجلد، لأنه حقيقة المرض الفيروسي هو يسبب تآكل لدى الأوعية الدموية الناقلة للدم في داخل جسم الإنسان، فتظهر أعراض أولاً الإصابة تحت الجلد أو النزف تحت الجلد بشكل دقيق. الأعراض الثانية هي الفشل الكلوي، الفشل التنفسي، ظهور أعراض في الجهاز العصبي. عندما يوصل الإنسان إلى هذه المرحلة بالتالي يؤدي إلى أنه
الوفاة باعتبار أنه هي هذه أعراض خطورة المرض. نسبة الشفاء بالنسبة للأمراض ونسبة الوفيات حقيقة نسبة الوفيات بالمرض هي نسبة 40%، يعني نقول من 10 مصابين ممكن حدوث الوفيات لدى 4 مصابين، لذلك يعتبر المرض خطير جدا جدا. إذا احنا بالفعل هاي تصاعد لإصابات وحدوث وفيات خطيرة بالحمى النسفية بالعراق، يعني انتقالها أيضا تنشوف احنا من الجنوب إلى الشمال، يعني وزارة الصحة يعني بهيجي حالة راح توفرون ردهات للمستشفيات، المرض لا دواء له، يعني هل هو معدي؟ إذا تم تشخيص المرض مبكر ممكن الشفاء منه؟ نعم، حقيقة هو المرض تكون طريقة انتقال العدوى فيه عن طريق سوائل وأنسجة الجسم، نقصد بها أنسجة الجسم هو عملية أكل اللحم اللي بالنسبة للمواشي المصابة، أما عن طريق سوائل الجسم هي تنتقل خلال 3 طرق، عن طريق لعاب المريض، عن طريق الدم المصاب، أو عن طريق الاتصال الجنسي بالنسبة للإنسان. جهود وزارة الصحة حقيقة توفرت عندنا ردهات عزل في كافة المستشفيات ومستنفر الجهود، لكن عملية الوقاية، عملية السيطرة هي الجهود الأولية والحثيثة اللي تسعى لها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الزراعة والدوائر المتمثلة بدوائر البيطرة، بالإضافة إلى القيم مقاميات المنتشرة في عموم الأقضية. حقيقة أنه إحنا نتمنى من خلال شعب الرقابة الصحية المنتشرة السيطرة على عملية الذبح والسيطرة على عملية المرض قبل الانتشار. هذه جهود وزارة الصحة في الفترة الحالية، تم توفير ردهات عزل خاصة بالمصابين والمرضى، ممكن يزورون المستشفيات الموجودة بذيقار بالنسبة للمصابين، لكن هو عملية الانتقال حقيقة مو مثل فيروس كورونا يكون في الجو أو عن طريق التنفس. زين، خلي أتكلم وياك اليوم، كفيروس الحمى النسفية أخطر من كورونا؟ سريع الانتشار؟ حقيقة لا، هو فيروس الحمى النسفية مو سريع الانتشار، لأن مثل ما نعرف هو ينتقل عن طريق أنسجة وسوائل الجسم مثل ما ذكرت بالبداية، لكن فيروس كورونا هو ينتقل عن طريق التنفس أو في الهواء. أول مرحلة إصابة به هي عن طريق الفم أو البلعوم، مناطق الدخول مالته، لكن حقيقة الفيروس الحمى النسفية عن طريق السوائل اللي هي متمثلة بالدم أو لعاب الشخص المصاب. فبالتالي خطورة الإصابة أو مدى انتشاره راح يكون بالتأكيد مو مثل الفيروس كورونا. طيب، يعني ذكرنا الحمى النسفية مثل ما دا يقولون هو متوطن بالعراق، هذا أيضا يعني يسهم في إعادة انتشاره أو إحيائه؟ إذا إحنا اليوم بدنا نتكلم، يعني وزارة الصحة خلت المبيدات والرقابة، لا سمح الله ما راح ينتشر، صح؟ نعم. عفوا، هو العراق مو بلد التوطين مالته، البلد الاستيطان او الاصل انتشار الحمى النزفيه هو المناطق الاستوائيه نعم، اللي تكون بها نسبه الرطوبه عاليه، او مناطق الغابات. نعم، العراق مثل ما معروف هو منطقه مو استوائيه، لكن صارت بالبدايه عمليه اصابه، من بعدها صار الانتشار. الاعداد حاليا بالنسبه للفتره منذ ظهور اول حاله الى حد الان، الاعداد نقدر نعتبرها مسيطر عليها. زين، في حال اذا سيطرنا احنا، اكو فحص معين اذا كانت مثلا يعني الكوفيد 19 والمتحور وغيرها، اكو فحوصات، لكن اذا بدنا نتكلم عن الحمى النسفيه، يعني شلون يتاكد المصاب انه هو عنده هاي الحمى؟ اكو فحص معين؟ هو بالتاكيد مختبرات يتم سحب من عند دم وتبين عندنا في مختبرات الصحه العامه ممكن فحص او تاكيد الاصابه، لكن حقيقه احنا اللي ناكد عليه انه ظهور الاعراض البدائيه قبل الاعراض شديده الخطوره. الاعراض البدائيه ذكرناها ونرجع نكررها، هي الحمى، الام العضلات والمفاصل، شعور بالغثيان، التقيؤ، الاسهال، هاي كلها اعراض بدايه المرض. فبالتالي احنا نهيب المواطنين عند ظهور هاي الاعراض زياره اقرب مستشفى موجوده على المنطقه المتواجد هو بها. نعم، يعني الفيروس مشابه دكتور لاعراض كورونا، لكن يختلف عنها بالنزف، يعني صحيح تكون هناك كدمات على الجسم، يعني هذا الفيروس قلنا ده ينتقل بسرعه، لكن اذا كونكم ايضا كوزاره الصحه، شنو نقدر للمواطن يعني اقل
خطورة، مثلا هو اليوم مصاب يوم يومين أو الثالث، احنا قلنا من الأربعة إلى أسبوعين، بس أول ما تبدي عليه الأعراض بالضبط أول ما تبدأ عليه أو نعم أول ما تبدأ عليه ممكن السيطرة عليه عن طريق إعطاء الأنتيبكتيريال أو الأنتيفيرال اللي هو خاص بتقليل عملية الحمى، أو السيطرة على موضوع التقيؤ. ممكن السيطرة، هنالك بروتوكولات علاجية متبعة في المستشفيات، ممكن السيطرة على المرض والتخفيف من أعراضه وعدم وصوله إلى مرحلة المرحلة شديدة الخطورة اللي هي تسبب الوفيات، اللي هي ظهور النزيف تحت الجلد أو الفشل التنفسي، فشل الجهاز العصبي أو فشل الكلوي وغيرها من الأعراض. يعني لخصت منظمة الصحة العالمية الأعراض دكتور، آلام في العضلات، المفاصل، حمى، نزف، صدمة نتيجة فقدان الدم. يعني بهاي الحالات الشديدة يكون أيضا العرض البارز هو النزف من فوهات الأعضاء يعني الداخلية، يعني هاي أعراض يعني هاي بحيث مستفحلة بالشخص قبل ما يبدي بيها يعني، أو هي سرعة. أنا إيش قلت لك أنه أكثر من كورونا لكن تختلف. لا لا، حقيقة هو مو مباشرة بعد الإصابة تظهر عملية النزف تحت الجلد أبدا، أكو أعراض بدائية وأكو أعراض نهائية. في حال وصول الشخص إلى أنه وصول مرحلة النزف تحت الجلد أو الفقدان الذاكرة، هذا وصل إلى مرحلة نهائية، معناها الفيروس مر عليه فترة طويلة، بالتالي يعتبر إهمال من الشخص المصاب. نعم دكتور عبد العظيم ميثم، عضو الفريق الإعلامي لوزارة الصحة، شكرا جزيلا لك. خلي نقولها يا مواطننا الكريم، بعدنا ما تعافينا من موجة كورونا، طلعت لنا الحمى النزفية، لذلك وقبل ما توقع الفاس بالرأس اسمع كلام، لأن المرض جدا خطير بأمان الله.